بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة بتاع كمبيوتر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود رشاد، وإن شاء الله النهاردة هنكمل الدروس اللي احنا قلنا عليها إن شاء الله، اللي هي إزاي نعلم أطفالنا البرمجة. تمام كده؟ طيب، في الدرس اللي فات يا جماعة كنا اتكلمنا عن جوجل دودلز، ودوت عبارة عن زي جيم صغير كده بيستخدموه او احنا بنستخدمه كده عشان نعرف الطفل او بنلعب معاه. تمام كده؟ طيب ان شاء الله النهارده هنكمل بقيه السلسله، اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله هنبدا نخش معاه واحده واحده. طب حد بس عشان نبقى فاهمين، حد يقول لي ايه البرمجه الناس اللي مش عارفه؟ والله البرمجه دي يا جماعه ازاي نعمل موقع، ازاي نعمل برنامج للموبايل، ازاي نعمل برنامج للكمبيوتر ونشغله عليه، دي يا جماعه اسمها برمجه. تمام كده؟ طيب دي المستقبل، الناس بتكسب دولارات بسبب الموضوع دوت، بيشتغلوا اونلاين ويبداوا. طيب انا عندي طفل صغير، انا هفتح دماغه، يعني مش هفتح دماغه طبعا، انا هشغل دماغه بحيث ان هو يواكب العصر، بس بطريقة او بشكل ان هو بشكل لعبة، ان هو يلعبها حاجة يلعبها. طبعا هم ماسكين الموبايل 24 ساعة. تمام كده؟ فاحنا عايزين نستغل الموضوع دوت. انا مش عايز اطول عليكم، نخش على طول في البرنامج او الموقع بمعنى صح. اول حاجة عندنا احنا هنفتح جوجل كروم. تمام كده؟ طيب احنا ندور على ايه المرة دي، او هنخش على ايه المرة دي؟ هنخش على حاجة اسمها كود مونكي. كود مونكي موقع جميل جدا، جميل جدا جدا جدا، يا ريت تخشوا عليه برضو عشان نبقى عارفين. لازم نبقى قاعدين جنب اولادنا وهم بيلعبوا او يشوفوا الشكل دوت، احنا بنتعلم وهم بيتعلموا، عشان لو في حاجة وقفت قدامه نقدر نحلها معاه. تمام كده؟ احنا بنقول يا جماعة من سن 8 سنين وطالع، 8 سنين وطالع، علشان نبدأ نخليه يتعرف يعني ايه برمجة ويعني ايه كمبيوتر. تمام كده؟ طيب طبعا انا فتحت اهوت، عملت سيرش على كلمة على الموقع اللي اسمه كود مونكي. تمام كده؟ طبعا هو يطلع لي اول واحد اللي هو دوت. طبعا بعد ما بخش على الموقع بتاعي اول حاجة بيطلبها مني ان انا اعمل ساين اب. تمام كده؟ طيب هو ببلاش يا جماعة، مفيش اي مشاكل فيه خالص. تمام؟ طيب اول حاجة هعمل ساين اب، هاجي هنا اهو ادوس على كلمة ستارت فور فري. بعد كده هاجي هنا في المكان دوت، ونخلي بالنا جدا هنا الكود مونكي دوت هو بيعتبر ان انت ممكن تعمل فصل وتدخل فيه الطلبه بتوعك بحيث ان هم يتعلموا وتعرف كل طالب فيهم وصل لانهي مرحله، لان طبعا ده في الكود مونكي هنا بيستخدم كل مراحل البرمجه، اللوبينج والكونديشنز اللي هي بنستخدمها، ففي كذا مرحله، فهنا عشان تعرف الطلبه بتاعتك مستواها وصل لحد فين. تمام كده؟ طيب اول واحدة عندنا اللي هي كلمة student، وديت احنا بنستخدمها لو انت عامل فصل وعايز تدي اللينك او تدي الكود للطلبة بتوعك. تاني واحد طبعا teachers، مدرس هتعمل زي جروب كده وهتدخل فيه الطلبة. واخر حاجة parents اللي هو الاهل، عشان تخش تتابع ابنها وصل لحد فين، مشي ازاي. طيب احنا اللي يهمنا دلوقتي او اللي احنا هنستخدمه دلوقتي هنستخدم teachers، لان احنا لسه عايزين نعلم اطفالنا. طيب هندوس على teachers. بعد ما هدوس هنا على تيتشر، هنا بيقول لي انت عايز تعمل ساين اب بانهي طريقه، يعني معاك ايميل هتكتب لي الاسم بتاعك والباسورد وهتعيد الباسورد تاني، دي طريقه، ولا نختصر بقى يعني عندي مثلا تخش عن طريق جوجل، تخش عن طريق اوفيس 365 او ادمودو. طبعا الاثنين دولت المدرسه يعتبر دلوقتي التعليم مدينا الايميلز بتاعت الحاجات ديت. طيب وعندك الكلاس لينك، عندك كذا حاجه. طيب اهم حاجه بعد ما تختار، شوف انت هتختار ايه، لازم تدوس على هاف كلمه اي هاف اي ريد اي هاف ريد اللي هي الاجري لاينسز، عشان تقول له بس ان انت موافق على الحاجات بتاعتها. طيب احنا دلوقتي هندوس على ايه؟ انا هدوس دلوقتي مثلا على جوجل، او تكتب الايميل بتاعك زي ما انت عاوز. خلاص تمام كده؟
طيب هنوقف الفيديو ثواني، هندوس على جوجل وبعد كده نكمل بتاع نكمل الساين اب تاني. طيب دلوقتي يا جماعه انا هخش عن طريق ايه؟ هخش عن طريق جوجل، تمام كده. طيب عشان انا اخش عن طريق جوجل انا هختار اهو، هدوس على جوجل اهو، انا كده عامل سيلكت عليه واروح عامل اكسبت كده او اجري، تمام كده، واروح دايس على كلمه ساين اب. طيب تابعوا معايا. بعد يا جماعه ما دوست على جوجل ودخلت وكتبت الايميل بتاع جوجل بتاعي، خلاص ماشي كده. جيت هنا بقى للصفحه ديت، الصفحه ديت طبعا انا هنا بيقول لك هتكتب بقى رقم الموبايل بتاعك، وهتكتب انت في انهي بلد، وهتكتب انهي ولايه والكلام دوت. احنا عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله، احنا هنكتب انهي هنا اهو، وهنختار هنختار ايجيبت اهو، هنختار حرف الاي، هندوس على حرف الاي مثلا اهو هيطلع لي مصر، وهنيجي هنا اهو هنكتب الموبايل بتاعنا عشان هم هيبعتوا لي كود هخش عن طريقه، ماشي كده. وطبعا اهو برده نفس الكلام، انا هيجي هنا اهو اختار ايجيبت اهو، طبعا الاثنين دول بشيلهم مفتوحين. طبعا هنا هي اسم الكليه بتاعتك او اسم المدرسه بتاعتك، زي ما انت عاوزه تكتب اي اسم عندك او اسم المدرسه او اسم الكليه. بعد ما كتبت يا جماعه رقم الموبايل بتاعي واخترت خلاص، تمام كده، دخلت هنا بقى بيقول لي اختار الشكل اللي انت عايزه، الافاتار بتاعك اي شكل انت عايزه. طبعا بتختار هنا اي شكل للطفل، تخلي الطفل هو اللي يختاره اي شكل حبه، مثلا انا اختار مثلا الشكل دوت، تمام كده اهوت خلاص ماشي. بعد ما اخترت الشكل ده هروح دايس على سيف خلاص، تمام كده. طيب كده احنا دخلنا خلاص الموقع بتاعنا. خلي بالكم ان الموقع دوت بيديك 30 يوم تجربه بس، 30 يوم شهر بالظبط، هو ان شاء الله هو ده الوقت اللي احنا محتاجينه علشان نقدر نتعلم منه. طيب عشان ما نطولش على بعض احنا هنخش على ايه؟ هنيجي هنا في ناحيه الشمال كلمه كورسز، كورسز اللي هي الكورسات بتاعتنا. طيب هندوس كده على كلمه كورسز خلاص، تمام كده اهو خلاص ماشي. طيب في الكورسز هنا بصوا هنا بيقول لي الفيرست ستيبس، ما عنديش اي حاجه، انا لسه ما كملتش اي حاجه في الكورس خالص، ما عنديش اي حاجه خالص في الكورس بتاعي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا اهو وندوس على كونتينيو عشان نخش نكمل بقى الكورس الاولاني. خلي بالكم ان هو كذا حاجه. طيب اول حاجه عندي هنا بيديني زي فيلم قصير، هيعمل ايه؟ ان هنا القرد الكبير هيخطف الموز من النسناس الصغير دوت وهيعيط وانت هتبدا تروح. طيب احنا ممكن ندوس سبيس عشان يعمل اسكيب او نسيبه، هو كده كده هيكمل الاخر، تمام. جينا هنا يا جماعه اهو، هنا اول ما تظل الشاشه ديت هيبدا بقى نعمل ايه؟ هنجمع البنانز اللي الموز. طيب هنا بقى بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي نوطي بس الصوت شويه. هنا بيقول لي هو عاوز دلوقتي المونكي دوت يروح للبنانة، تمام ماشي. طيب هنا في المكان ده في الجزء دوت، معلش نوط تاني، في الجزء دوت كده، في الجزء ده، في الجزء ده بيقول لك اهو انت هتمشي للبنانة قد ايه. هنا مكتوب اهو كلمه ستيب 15، وخلي بالكم هنا في في شكل كده اللي هي بتاعت الخطوات، ماشي. طبعا هو بيشاور لي على رن، فانا هدوس على رن. طبعا اهو مشي، يعني هو مشي 15 خطوه، انا كده خلصت اول واحده وخدت 3 نجوم. طيب نخش على التشالنج بعد كده. طبعا خلي بالكم هو لسه بيعلمني بس، او بيقول لي امسح بقى المره دي واكتب الستبس قد ايه، خلاص ماشي. طيب هنا اهو انا المفروض همشي من هنا لحد البنانه. طيب هنمشي قد ايه؟ احنا كان المره اللي فاتت 15، طب هنمسح ونكتب 15 وندوس على رن، تمام مفيش اي مشاكل خالص. وادي المرحله الثانيه خلاص خلصت، ندوس على اللي بعده. طيب هنا بقول لك بقى يو كان يوز ذا رولر عشان نقيس المسافه. طبعا هنقول له اوكي هنقيس بالمسطره، هنيجي هنا ناخد المسطره اهو، ناخد المسطره زي كده ونحطها ونقيس. قال لك كام؟ 19 خطوه. ناخد المسطره، تعال نجرب كده، انا خدت المسطره من هنا اهو، هحطها هنا، ادوس كليكه وامشي امشي 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 لحد البنانه. طلعت كام؟ طلعت 20 بالظبط. ارجع تاني المسطره مكانها واجي هنا همسح الزيرو اللي مكتوب دوت وهكتب 20. طبعا خلي بالكم يا جماعه ان الطفل هو اللي يعمل الحركه ديت، كل اللي احنا بنعمله ده، وندوس على رن، تمام. انا كده وصلت لحد البنانه، ندوس على نيكست تشالنج، تمام. هنا بقى بيقول لك ان احنا هنستخدم التيرن ليفت اور التيرن رايت، يعني هنلف يمين وهنلف شمال، هنقول له اوكي ماشي كده. طيب
لازم نعرف الطفل اولا اهي الجنب دوت او دي ايده اليمين والناحية التانية ديت ايده الشمال، الموزة موجودة فين؟ ناحية ايده اليمين، يعني هو هيلف في ناحية اليمين، تمام كده؟ ولا هيلف شمال؟ لا هيلف في ناحية اليمين، طيب ايه ده؟ ده هنا قال لي هيلف شمال، مكتوب كلمة تيرن ليفت، هنيجي هنا ونمسح كلمة تيرن ليفت ديت ونخليها رايت، اهو دوست على كلمة رايت تحت هنا، دوست هنا على رايت، اتكتبت لي، طيب وبعد كده ايه؟ هنعمل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، هنحط المسطره ونبدا ندوس كليك كده ونقيس كام 12 خطوه، يبقى هنرجع هنا تمام مكتوب 12 خطوه، طب نشغل كده لف ناحيه اليمين وراح جاب الموز. هل بقى لو هو كان لف ناحيه الشمال كان هيعمل ايه؟ كان هيطلع لي غلط، كان هيبقى في حاجه غلط موجوده عندي، تمام كده؟ طيب نجيب المرحله اللي بعد كده اهو، قال لك يبقى المره دي بقى انت اللي هتكتب الكود، خلاص ماشي. هو دلوقتي قال لك مكتوب هنا كلمه تيرن ليفت، نتاكد كده اهو ادي ايده الشمال والموزه موجوده ناحيه الشمال، فعلا هيلف تيرن ليفت. طيب تيرن ليفت وبعد كده هيعمل ايه؟ هيمشي لحد الموزه. طب نشوف الاول هيمشي قد ايه، نحط المسطره وندوس كليك كده ونقيس 12 خط، نرجع المسطره تاني مكانها ونيجي هنا اهو المكان دوت وندوس هنا على كلمه ستيب، هنلاقيها اتكتبت. احنا قلنا ستيب كام؟ 12، هنروح كاتبين كلمه ستيب 12 وهندوس على رن، هيلف شمال ويمشي 12 خطوه. الفكره دي يا جماعه بتاعت الموقع ده رائعه جدا، بيعلم الطفل واحده واحده ازاي يكتب الكود، طبعا هو في حاجات بيجيبها جاهزه لكن هو بيعلمه بطريقه حلوه جدا. طيب هو هنا عايز يعمل ايه؟ هو عاوز الطفل يلف حوالين الشجر اللي محطوط او الحاجه اللي محطوطه ديت، خلاص مش كده؟ طيب طب نعمل ايه بقى؟ اولا احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد دوت، هناخد ده نقيس كده اهو ونخليه ماشي مثلا لحد هنا اللي هو 15 خطوه، احنا قيسنا دلوقتي وحطينا المسطره ان هو يجي لحد هنا كده 15 خطوه، ومن هنا كده لحد الموزه 14 خطوه. طب تعالوا نعملها، اولا هنا هنعمل ايه؟ هنا المانك دوت هنخليه يلف ناحيه ايده الشمال، اهو مكتوب كلمه تيرن ليفت، تمام. بعد ما قلنا التيرن ليفت هيلف هيمشي كام خطوه؟ هنا كاتب 5، لا نمسح بقى ونقول له هنكتب 15 وندوس انتر. طيب هو دلوقتي مشي وصل لحد هنا اهو، يعني هو كده انا لو شغلت دلوقتي كده هيلف شمال ويمشي يوصل لحد هنا. طيب احنا لسه طبعا ما كملناش، نقول له كيب تراينج يعني لسه هنكمل. طيب بعد ما مشي هنا هيلف وشه ومشي هنا، المونكي الموزه هتبقى موجوده على ايده اليمين، طيب هنقول له ايه بعد كده؟ هقول له هنا او دوس هنا على كلمه تيرن بقى المره دي واختار رايت يعني لف يمين واروح دايس انتر. بعد ما هيلف اليمين احنا قلنا هيمشي كام خطوه؟ 14، اقول له ستيب واكتب 14 خطوه، تعالوا كده نجربها، هيلف اهو يقف يلف يمين ويمشي 14 خطوه، تمام كده وخدت الثلاث نجوم بتوعي. طيب نكمل الموضوع ده، رائع جدا يا جماعه، حلو لينا احنا وحلو كمان للاطفال لو انت عايز تتعلم البرمجه من اول. وطبعا دخلنا في المرحله دي بقى، في المراحل اللي فاتت كان هو بيكتب، المره دي لا بقى هو هنا هيقول له اكتب انت. طيب هنا هيعمل حاجه حلوه جدا، هنا دلوقتي عايز يعمل ايه؟ هنا المونكي عايزه يمشي ناحيه الشمال سنه وبعد كده يطلع الجسر اهو، كلمه بريدج دوت هيطلع الجسر وهيقف هنا يلف يجيب الموزه، تمام كده؟ طيب اولا احنا تعالى نتخيلها كده، هو دلوقتي هيلف ناحيه الشمال وهيفضل ماشي هنا كده وهيقف هنا. طيب هو دلوقتي وشه انهي اتجاه؟ وشه الاتجاه دوت، فبعد كده هقول له ايه؟ لف ناحيه اليمين عشان يطلع على الجسر او البريدج دوت. طيب بعد ما طلع على الجسر هيمشي قد ايه؟ هبدا طبعا انا اقيس المسافه ديت، طيب هيبقى وشه ازاي؟ هيبقى وشه لفوق اللي هو الاتجاه دوت، هقول له بعد كده لف ناحيه اليمين وهات الموزه. طب تعالوا نعملها كده، اول حاجه انا هقيس المسطره كده، اجيبه هنا اهي كده واقيس المسطره، اقول له امشي كام خطوه على الجسر؟ 4 خطوات، يمشي 4 خطوات. طيب اول حاجه هنعملها هنقول له ايه؟ هنقول له ندوس على كلمه تيرن ليفت وندوس انتر، خلاص هو كده لف ناحيه الشمال، هنقول له ايه؟ هنقول له ستيب 5 يعني هيمشي 5 خطوات وندوس انتر. طيب هو دلوقتي واقف عندي في المكان ده ووشه الاتجاه دوت، وشه الاتجاه ده، لا وشه الاتجاه الناحيه دي مش وشه الاتجاه ده، فاحنا هنقول له بقى لف يمين، هقول له تيرن رايت خلي وشك ناحيه اليمين،
بعد ما اقول له خلي وشك ناحيه اليمين هقول له امشي بقى لحد ما توصل هنا. طب اللي هو هنا في كام؟ يعني هنقف هنا كده نقيس كده المسافه قد ايه؟ 16 تمام كده. طيب 16 هنقول له بقى ايه؟ هنقول له هنيجي هنا اهو ونقول له ستيب يعني امشي 16 خطوه. طيب هو دلوقتي مشي 16 خطوه من هنا لهنا كده اهو، هنقيس تاني اهو 16 او 17 خطوه وهنقف هنا. طيب ادوس كليك كده اهو، نقيس بقى من هنا لحد الموزه كام؟ خمس خطوات، خمس خطوات. طيب احنا قسناها طلعت 17 مش مشكله. طيب بعد ما مشي بقى هنا وجي هنا اهو الناحيه دي هنقول له ايه؟ هنقول له لف ناحيه اليمين لان هو الاتجاه بتاعه كده، فاقول له تيرن رايت وانزل بعد كده اقول له ستيب خمس خطوات، امشي خمس خطوات. تعالى كده هيلف شمال يمشي يطلع فوق اهو يلف يمين يروح للمزه. تمام اللي بعد كده هنبدا نستخدم الزوايا بقى، نشوف كام ديجري موجوده عندنا. هي دي يا جماعه الافكار اللي بتشغل دماغ الطفل، دي اللي بتشغل دماغ الطفل. تمام كده. طيب هو هنا طبعا هو انا عامل تجربه فانا هقيس الحته دي هلاقيها بالظبط 14 عشان انت تشغل بس ايه هو بيعرف الطفل هو هيمشي قد ايه. طبعا هنا تيرن 30 يعني هيلف 30 وهيمشي 14. طب تعالى نجرب كده هو كاتب الكود صح ولا غلط. شغل غلط 30 مشيته بعيد. طيب طب نمشيه ازاي؟ نقول له كام؟ نقول له مثلا 45. تعالى نجرب كده نقول له 45 شغل تمام 45. ايه ده وانا هفضل بقى اجرب 45؟ لا ده هو كمان شويه هيديني منقله عشان نقيس. دخلنا بقى في الحاجات الجميله هنا، عايز ناخد كل الموز اللي موجود عندك هنا. طبعا هنا اهو طبعا دي سهله جدا، هيلف شمال يمشي لحد الموزه ديت وبعد كده يمشي لحد الموزه ديت وبعد كده يمشي لحد اخر موزه. طيب اول حاجه عندي هنقول له تيرن ليفت، اهو نقول له تيرن ليفت دي اول حاجه. طيب بعد تيرن ليفت هنقيس من الموزه دي من اول هنا كده لحد الموزه. بص خلي بالكوا هنا اهو كام درجه اهو باينه تمام كده. طيب 90 طبعا اهو كام؟ 15 خطوه. ومن الموزه دي للموزه دي كام؟ 15 خطوه. ومن هنا لحد هنا كام؟ 13. طب نقيسها تاني معلش دي من هنا كده لحد هنا كام؟ برضه 15، كلهم 15 تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف هو يمشي ازاي. اولا هو يلف شمال ويمشي كام خطوه؟ 15. فهننزل هنا اقول له ستيب 15. هو دلوقتي اللي وشه ازاي؟ وشه لفوق. هنقول له لف شمال تاني اهو تيرن ليفت تاني ناحيه الموزه وبعد كده هننزل تحت ونقول له ايه ستيب فيك ستيب كام؟ برضه 15. خلاص تمام كده. طيب هو دلوقتي وشه فين؟ وشه الاتجاه دوت الاتجاه دوت، فاحنا هنقول له ايه؟ لف يمين بقى المره دي، يعني ننزل تحت ونقول له تيرن رايت تيرن رايت زي كده اهو. بعد ما نقول له بعد ما تيرن رايت هنقول له كام ستيب؟ الله ينور عليكم 15. هنقول له ستيب 15 تمام كده. تعالوا كده نجربها ران اهو لف شمال خد الموزه غليتنا لف يمين، احنا المفروض كنا نخليه يلف شمال. تعالوا كده بقى يا جماعه نغير الرايت دي ونخليها لف ونشغل تاني. ده الهدف بقى ان احنا لازم نغلط عشان نعرف غلطنا عامل ازاي. غلطنا عملنا صح، انا خلاص كده عملت الليفل دوت او التشالنج ايه دوت. وهنقف يا جماعه لحد هنا، ده الفيديو الاولاني، ان شاء الله هكمل معاكم بقيه الفيديوهات الثانيه. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالموضوع دوت وتعلموا اطفالكم يا جماعه، حفزوهم دي حاجه كويسه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.